أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسلة نورة عبد الله تقول: هل يجوز للمحرمة لبس النقاب والقفازين والشراب؟ وهل يجوز لبسها لها بعد التحلل؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. لبس البرقع والنقاب أو القفازين من محظورات الإحرام. منع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تنتقب، يعني تلبس النقاب وأن تلبس القفازين، هذا من محظورات الإحرام، فإن فعلته متعمدة فعليها الفدية وعليها إزالته في الحال، وتغطي وجهها بغير النقاب وبغير البرقع، وتغطي كفيها بغير القفازين، بل بعباءتها أو بثوبها إذا كانت بحضرة رجال غير محارم. فإن لم تكن بحضرة رجال غير محارم فإنها تكشف وجهها وكفيها. نعم.